السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية وتقدير متابعين قناة عبد الجبار، جزاكم الله كل خير إخوتي الكرام. اليوم راني في البور تاع بجاية، وحبيت ندير لكم فيديو كيف يمكنك قيادة شاحنة ترون وتراكس في الميناء، كيف تروح الميزان، كيف تشارجي، كيف تدير الباش. إن شاء الله يقدرنا رب العالمين ونجيب لكم الجديد. دائما كالعادة ديروا النجام وبارتجوا هذه الفيديوهات بيناتكم، وربي إن شاء الله يحفظكم وربي قدرنا نجيب لكم الجديد. أول حاجة راني استنى في التور تاعي، كي تلحق الدالة تاعي نقدم. شفتوا وراهي تريمي، هذه هاي وليكم كيما راهي تريمي لي اون فاس القهوي هذيك. احنا هنايا كيف نخدمو، نديرو لاشين، كل واحد يتبع الرفيق نتاعو صاحبو. كي تلحق الدالة تاعك تروح تدخل تحت التريمي هذيك وراي لاكري شارجي. هذه هي الشاحنة اللي راني نصب فيها. اول حاجة واش لازمك دير، انك دائما تحافظ على غرفة القيادة تكون انها نظيفة، تحافظ على الشاحنة نتاعك، تمسح الزجاج تاعك مليح، تنظف الزجاج تاعك، وتكون دائما لاكابين تاعك نظيفة. عليها هي الشومبرة تاعك، تاكل فيها تشرب فيها، المهم تبيت فيها. هذا وليكم البابور اللي راني راح نشارجي منو. أني رايح نشارجي مايس، هاي وليكم لاغري راح تفرغ السلعة، والكاميرا تحت هاي شارجي. ومن بعد كي يصفر عليك قدم بشوية بشوية حتى تشارجي ويجي واحد آخر. هذا هو المكان اللي راح نشارجي منه، نشارجي من لاغري هذه اللي راه قدامكم، ولا نروح لاغري اللي منا. انا هنايا راه مازال قدامي واحد، وراه مقرب يتبدل لي كيب على ستة يحبسوا ولا ستة ونص. انا هنايا لحق دالتي نروح نجيب الكاميو ونرجع. بسم الله يا ربي العمل عليك. هنايا كي نبقى نور الكاميو لازم المفتاح يكون هنا، على بالكم يمشي فيه كود شعل كونتاكت. بسم الله بسم الله. هذه هنا نورمالمون كيما البلازما 2017 و 2020 عنده المفتاح هنايا، هذا ما عندوش، عنده هنا بالقفلة. هنا ندير كونتاكت ونوضو، نحط رجلي على الفرح حاشاكم اللي هنا، ومن بعد نوث. الحاجة اللي لازم تعرفها دائما توله، انه ما تقدرش تمشي بلا ما يكون ليقوي تاع الريح طالع. كي نبقى نديماري اول حاجة واش ندير، نحط رجلي على البيضاء هاوي ليك، نطلق فرانة. ما هو نورمال ما تعقب الفيتاس قبل، هاوي ليك الفيتاس هذا هو الليفي كاميو اوتو، هاوي ليك هكذا، وبعد نطلق الفران. ايديماري الكيميو دوزيام، نكسري لي بالعقال ونديماري. ها ولي هذه هي، هذه التريمي اللي راه قدامي اللي راح ندخل ليها. راح نقاري هنايا حتى تلحق دالتي، ومن بعد ندخل تحت التريمي اللي راني فيها. نشارجي كيما شارجي صاحبي، كيما راه هضر يصفر عليك وتقدم تقدم تقدم الاخر، خلاص دير الباش تاعك وتخرج. كي تبقى تتوقف هاوي ليك، تلض رجلك على الفرا، تنحل الفيتاس هاوي ليك تطفيه، وتجبد فرامة تاعك. حاول انك دائما ما تنساش الفيتاس تاعك مكروشي لا بواط اوتو، علاه قادر من بعد تغلط ولا حاجه تسيري لي ديمار الكامل ديريكت، يطلق فرامة ما وحده ويمشي. احنا في جهه السواحل الرطوبه قويه بزاف، انا شعلت الكليمة، درجة الحرارة راهي 26، بصح كاينة سخانة كبيرة. أوليك خرج هذا، دوك يدخل الصديق نتاعي، ومن بعد ندخل أنا. بصح عند بالي نقعدو من ورا الستة، تبدل التكييب، ستة ونص يحبسو. هاو صاحبي راه يدخل، نورمالمون نروح ندخل ندور هكذا وندخل، بصح أنا عندي الكاميو قبرصي شوية، خفت العيد ويقيس لي هنايا. ندخل نروح كيما راح صاحبي ليه ماشريار، وندخل هنايا في الله كيما راني هنايا. ها وليك خرجت هنا،
دي المشاريع تاعي باش نجيب الهدف تاعي. باش تجيب الهدف تاعك خاوتي حاول انك دائما ما تبركيش بزاف. كي تبركي بزاف تبركي من بعد تروح لك، وخاصة اللي عندهم البنات قاصفين شوية تروح لهم هاولي بالعقل حتى نجيب الهدف تاعك، وما تزربش روحك. خاصة اللي كان عندك جماعة اللي يديوك بزاف ويعيطوا عليك تولي تفروط وحدك. ايوه على بالي ما راحين نشوفو كيما راني نشوف انا. نقول لك حاول اني باش ما نجيش الترافيزور تاع صاحبي. ها ويلي الترافيزور راه كاين واحد قد هكذا راني مليح ان شاء الله. بالك فت نقدم شويه. ها نطلع هذه من ماشاريا البريمير، نولي نقدم شعره صاي نجبد فرانه من تاعي، ومن بعد نشوف راني مريق روحي قد ولا لا مع السلعه باش تجيني في نص الكاميو. المشكل تاع التريميات هذو محشورين لبعضهم بعض، ما تقدرش شوف دوك نجي نحل الباب باش نهبط. هاوليك دوك حتى نتبدل ليكيب، هذا اللي قدامكم البابور، حتى نتبدل ليكيب وباش نشارجيو حنايا. رقد الموتور ونهبط. شوف كيف راح نهبط بالضيق خلاص. شفت كيف دخلت شبر. ايه هاو كنا نشارجيو من التريمي هذي، هم قفلوها وراح يحولونا الكاميرا هذي وراح تطلع هو يحل البابور. كان مقفول هذيك الكالة هذي كانت مقفولة، ولا هنايا تبدلت ليكيب حتى للسبعة واش يجيب. هذا وين بديت نشارجيو، راني بديت تريمي واحدة أخرى. هذا وين لحق الدالتي، ها هو اللي كنخلي الكليمة في الشمو يديرو واحد الضباب هكذا وما يديروش برا، يديرو برا ما يديروش لداخل. ها هو يشارجي لي دروك يصفر برك، نمشي نوجد الفيتاس تاعي باش ما تسيحليش السلعة هكذا. ما يصفر ها هو صاحبي راح يدخل، ندخل أنا. جبل هذا اللي راه اون فاس ليكم يما قوريه. شوفوا الكاميو ما راهوش مسقم، نحاول اني نبراكي شويه باش كي نديماري يسقم الكاميو. هاو صفر لي هكذا هنا او قال لي ارجع لي شويه اللور. على بالكم كي ترجع تقيس في هذاك الكابل هذا. هنا راني شارجيت، بسم الله نهبط من الميزان. مازالنا رجلي الوثائق تاوعي مع الجمارك، ومن بعد نخرج ان شاء الله. هذه هي البلاصة اللي كنت شارجي منها، درت الباش ريقليت روحي ونتكلوا على ربي ان شاء الله. تمنيت اني نخرج في النهار بصح الله غالب. روح نخدم كواطي ونرجع بسم الله. ريكيبيري البرمي تاعي ونرجع ان شاء الله. هاي هنا ان شاء الله راني خارج، دخلت على 8 تاع الصباح. هاي ويلي كلاشين برا. ها هكذا كيف راني نسوق، راني نسوق اوتوماتيك. ها ويلي
عشان ما راهيش قاويه بزاف برا، مولفة تضرب حتى الخرجه تاع بجايه. هاي مازال لحد الان سهره، هي بريمير بوزيشن، وندير رون بوا ونكمل الطريق. كاينه شويه عشان هنايا وقت خروج العمال، حاضر روحك لكن اصحاب الدراجات الناريه هذه كامله شين، راح ندخلوا البور وين كنت انا. هذه سوفيتال من وروح ويني شارجي السكر. كاين واحد المشكل، نورمالمون شارجيت درك نروح على الطريق الوطني رقم 9، خطكش عليه راني رايح لسطيف، بصح راه كاين واحد المشكل تاع الطريق ما تحلش على اصحاب الوزن ثقيل حتى العشرة تاع الليل، يعني ما تقدرش تفوت، تروح يديروا لك روتري يديروا لك بروسي على يد العداله ولا ما على باليش. المهم ومن على سيدي عايش تروح، اذا جيت ممنوع، واذا عدت رايح مشارجي ما يهدروش معاك. بصح على خراطه مشارجي ولا فرغان كيف كيف، من العشرة تاع الليل ثمانية تاع الصباح ما تقدرش تروح. لا اله الا انت. يقدروا يمشيوا ما عدا اصحاب السهاريج اللي هما اللي يهزوا المحروقات ليسونس والمازوت، والله اللي الناس اللي يهزوا المواد الغذائيه يقدروا يطلعوا للطريق. هذه نورمال طالعين ولا هابطين، نورمال كي يكون مشارجي يخليوه يطلع. والله تكون عندك رخصة من عند الوالي انك تتمشى الطريق. عم داروا مهلة تاع شهر ولا شهر ونص ولا مانيش عارف قدا داروا، وباش نقدروا نمشيو نورمال. وراه عندي فسح مجال، هذه منا وروح قولوا لها الكتشمة. باش ندخل وسط المدينة ممنوع اللون. دوك راني طالع العقبة، دير الريجيم تاعك نورمال، ما يقدرش ذوك الكاميو يبدل وحده. هاك تشوف هاولي قد ما تزيد العقبة ينقص يدي قرادي وحده، نحوس نرجعو ماريال. هاولي نطلع هذه القفلة برك نطلعها الفوق، هكذا راه مانيال، نحوس نزيد ولا ننقص. هكذا راني زدت له بدلت له الفيتاس، نحوس ننقص. هاولي سهلة يعني مهلة، نحوس نرجع اوتوماتيك، نطلع هذه القفلة ويليك وخلاص. هذا مكان ما فيش حاجة لي يعني صعيبة، والله كل خطرة ندير لكم فيديو على موضوع على طريق وربي قدرني ان شاء الله ونجيب لكم الجديد. هذه المشكل اللي قلت لكم عليه نتاع اصحاب الوزن الثقيل ممنوع، داروه على جل بحاره وعلى جل سياحه وعلى جل اصحاب الوزن الثقيل يديروا السيركيلاسيون في الطريق بزاف. نورمالمون يحلوا لوتورود ولا يديروا عفشه اخرى، احنا لا، ظل خدام في النهار ومن بعد في الليل لازمك تروح تفوت الطريق، ما تقدرش غدوه يزيد يلحقك النهار ثاني ممنوع، لازمك تمشي في الليل وفي النهار. اللي راهم خارجين في الوسمو عندهم ستوب، وانا عندي فسح مجال، والناس اللي جايين من البلاد عندهم اولويه. بصي خاوتي دائما الناس اللي ما تعرفش الطريق يتمشى بعقله على قد ما يقدر، ما تعرفش بلاصه سقسي وامشي بعقلك تروح وين ما تحب، حتى وراك مبتدئ في القياده ولا حاجه سوق بعقلك، وما تخلعش روحك انك لا بغا نقولوا راح تسوق اول مره ولا حاجه. كي تسوق لازمك تكون مرتاح ولازمك تكون ما تقولش لازم نوصل في ذيك الساعه ولازم دير ربو رحمته ربو رحمته نوصل هنايا ضخ ولا نبعد ولا نزيد نص ساعه ولا ندير روطار بساعه، نورمال ما كاش حتى مشكل.
وبالنسبة لواحد مثلا يسوق في كاميو فيتاس، كي تكون تسوق في كاميو فيتاس راه فرق ما بين الكاميو فيتاس وكاميو اوتو ماشي كيف كيف، لازمك تكون عندك معلومة عليها. انا راني نسوق في كاميو، ان شاء الله نكون نسوق في كاميو اوتو ونجيب لكم فيتاس ونجيب لكم معلومات اخرى. شوفوا لهنا نرجع الكاميو مانيال وندير لكم مثلا كانني راني راح نسوق، مثلا هذا راه الفيتاس تاعي، الفيتاس تاعي كي نبقى نعاقبو نكسيري لي مثلا نكسيري لي حتى يلحق الريجيم تاعو، مثلا كما ذكر في الكنز نفوتو شويه للسيز ولا الديسير، ومن بعد راه بريمير نعقب هنايا الدوزيام. كي نجبد الدوزيام هنا الطريق ضيقه شويه ويحبوا يدوبلوك، وهنا كاينين عمال واللي تشديت من الطريق حتى نخرج لهذيك البلاصه ونخليهم يروحوا يدوبلوا على رواحهم باش ما تحرش الناس، على بالك واحد كي عند واحد يولي الناس تتقلق ويديروا اخطاء فادحه. نديروا مثلا بريمير دوزيام تروازيام حتى الكاتريام، مثلا بالنسبه السيس فيتاس ولا السيس فيتاس ولا ويتيام ولا ويتيام فيتاس، مثلا اللي كان ويتيام راه عندك ربعه فوق ربعه، واللي كان عندك واللي كان سيزيام عندك ثلاثه فوق ثلاثه، كيفاه ثلاثه فوق ثلاثه؟ تعقب فيتاسات مثلا الربعه الاولين. الكاميو قال لي راح نسوق هنايا راه انا عقبت راني نديرو اوتوماتيك مانيال، مثلا قال خلصت ربع مثلا فيه ست فيتاسات، كي نلحق التروازيام نطلع القفله، نطلع القفله الفوق، كاين واحد القفله طلعها فوق فوق راس تاع الفيتاس، طلعها الفوق ودخل البريمير في بلاصه التروازيام، والدوزيام او والدوزيام في بلاصه الكاتريام، والكاتريام في بلاصه، المهم اي فيتاس يقابلو بخو بريمير سانكيام دوزيام تعقبو للسيزيام في سيزيام، والمشاريار هاو نقولو العكس تجبد ليه كيما هكذا وتولي تجبد لورا وعلى حسب المركبات. انا راني نحكي على الرونو، بالنسبه للمان والفولفو، الفولفو راهي ساق خاوتي سيس فيتاس كيما البلازما، ثلاثة فوق ثلاثة، ثلاثة كيف نعقبهم؟ بريمير بريمير دوزيام تروازيام، ومن بعد نطلع القفلة ونولي اللوح مثلا الكاتريام، الكاتريام في بلاصة البريمير، والدوزيام في بلاصة السانكيام، والتروازيام في بلاصة السيزيام. هذا مكان لخطاش عليه فيه ستة، وإذا كان فيه ربعة هاي هدرة واحدة أخرى. كيفاه نديرو؟ مثلا نلحقو الكاتريام اللي كان هو رونو، هاك تقول مثلا تضرب الفيتاس يروح ادروات وتكمل، مثلا تولي في بلاصه البريمير يولي لك سانكيام، في بلاصه الدوزيام يولي لك سيزيام، وفي بلاصه التروازيام يولي لك ساتيام، وفي بلاصه الكاتريام اللي هو الاخر النص تاع الفيتاسات يولي لك ويتيام. المشاريار ثاني كيف كيف، تلوض القدام كيما رونو، تلوض تجبد ليك وتدز القدام. المشريار عنده واحد الطريقه خاوتي، لازمك دائما تكون متوقف، مش الكاميو راه يمشي بريمير وتتروح له مشريار القدام ولا اللور. وكاينين واحد لابواط مثلا الكاميو لازم توقف خلاص، كنت نحى الفيتاس وهو مشريار لابواط تنصل. وكاينه واحد النقطه اللي لازم تعرفوها، الفاصل اللي ما بين الفيتاسات الصغار والكبار خاوتي، ان شاء الله تكونوا فاهميني، انا راني نحكي على واحد يعني يسوق والله عنده معلومات باش يقدر يفهمني. الفاصل مثلا راك تمشي مثلا ويتيام والله ما تقدرش تهبط الرابيد هذاك، تهبطو اللسان هذاك اللي يفصل ما بين الفيتاسات، انت مثلا راك سارع دير نديرو مثلا راني نسوق في فيلو شونجمون، مثلا راه راه في السانكيام ولا في السيزيام، ومن بعد تروح تلوح لبريمير لابواط راهي تروح. لازم دائما نرتبو الفيتاسات، بريمير كنت بريمير نرجع للبريمير، كنت دوزيام نرجع للدوزيام، مثلا دور ديغرادي كي ديغرادي على حسب المشية تاعك. إذا راك والله تنعرق الرطوبة هذه، شوفوا درجة الحرارة راهي 26 وسخانة، لازمك تشعل المبرد. علاه راني مطلع الكاروات على جال باش ما يجيكمش الحس. روح أخويا روح. Thank you.
راهم يخدموا في الطريق، راهي كارثة كبيرة من هي الجهة اللي من هي مبلوكية. راهي مصيبة كبيرة مبلوكية من هي، علاه راهي مبلوكية وقاوية سيركيلاسيون كيما هكذا. كما قلت لكم المشكل اللي قلت لكم على جال السياحة، الجهة اللي من هي ما يقدروش يفوتوا حتى العشرة تاع الليل، والجهة اللي منها الناس راها يجيو منها كامل، يولي ضغط هنايا في الطريق هذه. الناس اللي راهم نورمالمون يجيو على الطريق الوطني رقم 9 راهم يقبضوا طريق الجبال هذيك ما بين برباشة وداميزور، ويخرجوا هنايا في واداميزور ويجيو. شوفوا الناس كيف راهم بلوكي هنايا. نرجع للموضوع نتاعنا نتاع الفيتاس. بالنسبه للابواط كاين البيناف وكاين البي 18. بي 18 هي رابيد، البيناف البيناف هذه اللي نحكي لكم عليها 340 و 310 تاع بكري. مثلا اللي راه يسوق في رونو قديم، مثلا كنت تكون مسرح اكثر مثلا من الكاتريام، ومن بعد الفاصل اللي ما بيناتهم اللي هو البتي والقرو، البتي والقرو هذاك مثلا الكاميو مثلا راه يمشي ويتيام ولا سيزيام، وتروح انت طيح له الفيتاسات من الكبار للصغار سينكرو كامل راحوا. لازم خاوتي دائما في النسبة لأي أبواط، أي أبواط راك سارع ما تقدرش تهبط من الفيتاسات الصغار الكبار، ماشي قال طوموبيل، حتى الطوموبيل، طوموبيل مثلا تكون سارعة وتولي راهي وراهم قاريين في الطريق، مثلا راك تمشي سانكيام ولا سيزيام وتجبد لها دوزيام ولا تروازيام، واش رايح تولي؟ راح الأبواط تاكل بعضها. عندك بالنسبة لابواط اوتو، باش ما نتخالفوش في الهضرة ومن بعد نرجعوا لبعضنا في التعليقات، لابواط اوتو حتى دايرين اوتوماتيك، حتى وتغلط ولا حاجة اغلط على روحك. مثلا راها مثلا نحوس نديغرادي له لتحت، لكن في الريجيم تاعو يديغرادي نورمال، هاو ديغرادا. إلا راح نزيد له مثلا هاو الليك، يعني زدت له هاو يزيد نورمال. أما باه مثلا يكون مثلا ما تقدرش تديغرا، كي رايح ديغرادي ديغرادي لك بزوج فيتاسات تضرب هذه، ولا تروح لرانتيشور. رانتيشور اللي هو هذا الذراع هذا، هاي تحت الظلمة ولا ماني عارف راكم شايفين، ها هو ها ولي شعل الضوء ونعتو لكم، ها ولي هذا هذا ماذا بريمير، الدوزيام شعلت اللمبة الزرقاء، التروازيام راهي ديغرادي مثلا. شوفوا خاوتي ها شتو كيفاه، وليت انا قطعته ما خليتوش يشرون في لي بزاف باش بالكسيراتور، كوبيتو بالكسيراتور، هاني يعني نوري لكم برك. خادمين له واحد السيستيم مثلا راك داير رانتيشور ولا نسيتها ولا حاجة، ديريكتومون منين تلوض على الكسيراتور تفصل رانتيشور تولي ما تخدمش، يعني طريقة الله يبارك ما شاء الله. ومثلا راك لابواط اوتوماتيك مثلا هاوي ليك، ولحقت الدودانه وتم تفريني تفريني تنساه، كيما الاوتو كيما الفيتاس كنت تنسى. مثلا الكاميو فيتاس يكاليلك يرقد، هذا لا، هذا يولي يطيح لك شغل بامور من بعد انت وحدك تحس به. دوك مثلا نلحق الدودانه ونعطي لكم الطريقه اللي يديرها، مثلا نلحق الدودان ولا حاجه ما نديغراديلوش، خليه مثلا راه ويتيام، خليه ونفريني وتشوفوا كيف يدير معايا. نديرو وراه واحد بوجادي ولا حاجة أو مش موال بيه، مثلا لحقت سيركيلاوس كيما هكذا هاني نفريني، راه يخدم مع رانتيشور. ها شفتو كيف يقطع، تولي كسيراتور ما متكسريلي ولا حاجة، ها ولا أوتو وحدو. هذا كشفني غلط، أنا كنت داير أوتوماتيك وحدو ديريكتومون، كشفك غلط ينقص وحده بلا ما نتايا تنساه ولا حاجه ولا وحده يرجع لك اوتوماتيك. نحاول نرجعوا مانيال ثاني كيف كي العاده، نولي نطلع هذه القفله الفوق ها ولا لي مانيال، هذوك ما يبدلليش الفيتاس حتى يطلع التيرمينوت مليح، ونحاول نبدل الفيتاس ها ويليك نفس الطريقه، ها ويليك نطلع هذه ونخليه راه ميت، نولي نقص له ها ويليك يقبض الريجيم تاعو ومن بعد نزيد له.
هذه هي الطريقة، وإن شاء الله قدرنا رب العالمين. اليوم الموضوع تاعنا ماشي على الطريق، يعني راه دخلني الليل ودخلني ذيك على بالي باش نعطي لكم قفالي، كل خطر نعطي لكم كيف تطلع البانة، كيف تدير الباش، كيف. اليوم ضغطت شوية على غالب، ما قدرتش ندير لكم كلش مع بعضاه، نخلي لكم كل خطرة ندير لكم حلقة، وكل خطرة نحكي لكم على موضوع. ربي قدرنا إن شاء الله على نجيب لكم فيديوهات جدد، ودعمونا خاوتي بجيم، يعني خوك دعمونا بجيم، وديرونا زر الجرس باش يوصلكم كل الجديد إن شاء الله، وربي يحفظكم إن شاء الله، ودعيونا بالخير، وخليونا تعليق شباب باش تشجعونا في القناة، وجزاكم الله كل خير. شكرا إلى كل من ساهم إلى وصول قناة عبد الجبار 169,000، وراي قريب 170,000. إن شاء الله ندير لكم تهاني، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.